بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الكرام، ونستكمل مع les apprentissages en français. طبعا نتكلم عن كتاب خاص تعليم اللغة الفرنسية للصف الثالث ابتدائي. وصلنا إلى هذه الصفحة ونتعرضي على page 158. إذا وصلنا إلى الصفحة رقم 158. Aujourd'hui, nous allons prendre la page 159. Aujourd'hui, nous allons prendre la page 159. Et aujourd'hui, nous allons prendre la page 159. Au début de la page, comme nous le voyons, on a chapé en rouge 4. On a « Je lis ». Je lis, on a appris comme on a fait ma sabbat. C'est le verbe lire, c'est le verbe lire. Loulou chez la grand-mère. Loulou chez la grand-mère. Pendant que Chaperon Rouge regarde passer un train avec tous ses wagons, le méchant loup entre dans la maison. Vite, la grand-mère se cache derrière un grand fauteuil marron. Loulou la cherche mais ne la trouve pas. Loulou la cherche mais ne la trouve pas. Alors, il met le pyjama à feuilles rouges de la grand-mère et se couche dans son lit. Et donc, comme on a, Lolo chez la grand-mère. Adibo, taba Lolo, wadib. Chez. Adi chez m'ksoud bé inda. Ou la kempel ghalib, ta m'ksoud bé a fi menzil. M'ksoud bé fi menzil. Inda ma m'akoul. Lolo chez la grand-mère. Ida m'mkin ta'ni. الذئب عند الجدة أو الذئب في منزل الجدة. هاد كلمة شي تعني هذا الأمر. مثلا أقول مثلا جو في أونتخي شي موا. بون جو في أونتخي شي موا. بون جو في أونتخي شي موا. أنا سأدخل عندي. المقصود أنني سأدخل إلى منزلي. إذن لولو شي لا غرونميغ. لولو شي لا غرونميغ. الذئب عند الجدة أو الذئب في منزل الجدة. ثم pendant que Chaperon Rouge regarde passer un train avec tous ses wagons. pendant que أثناء أن كما نقول أو بمعنى آخر في الوقت الذي pendant نقول مثلا pendant les vacances أثناء العطلة. Pendant les vacances, أثناء العطلة. كما نقول في وقت العطلة. Pendant que Chaperon Rouge, في الوقت الذي Chaperon Rouge regarde. أنا تنظر. طبعا عندنا هنا لو فيرب regarde. Regarde كما تلاحظوا منصرف في البريزون. ما قلناش هنا Chaperon Rouge. ما قلناش هنا Chaperon Rouge a regardé. صرفنا هذا مثلا مع avoir في البريزون. بالعدم الفعل مباشرة نصرف في البريزون. إذا نقول pendant que Chaperon Rouge regarde في الوقت الذي Chaperon Rouge صاحبة الرداء الأحمر تنظر ماذا؟ passer un train avec tous ses wagons. طبعا لو فيرب passer هي مرة. لو فيرب passer يعني فعل مرة. regarde ici on a le train qui passe. إذن عندنا هنا القطار الذي يمر. بعد مرة نتكلم على لو طون باس. الوقت يمر. إذن نتكلم على لوفان باسي. ولكن هنا كما تنشوفوا عندنا فعل باسي. وهنا تيجي بمعنى هنا تيجي بحال المصدر. في الوقت اللي كانت شابيرون روج تنظر مرور القطار. ولكن هنا ما قلناش مرورة كما نقول مرة. ولكن كما تنعرفوا بأن في اللغة الفرنسية وهادشي غنحسوا به مع الوقت من خلال كثرة الاستعمال طبعا، يعني غنعرفوا بأن الأفعال تجيب في معنى المصدر طبعا بالمقارنة في اللغة العربية. أما في اللغة الفرنسية فهذا الأمر تتفهم على حاله، يعني من كثرة القراءة تتولي تحس باستعمال هذه الكلمات. Pendant que Chaperon Rouge regarde passer un train.
passer un train. إذا المقصود به هنا أثناء أو في الوقت الذي صاحبة الرداء الأحمر تنظر مرور القطار avec tous ses wagons. مع avec يعني مع avec يعني مع tous ses wagons. كل عرباتي مع كل عرباتي. طبعا في اللغة الفرنسية كما غنشوفوا بأن بيبل في طبعا في حالات قليلة أنها تعطي الصوت ل وفي حالات كثيرة أنها تعطي الصوت و قريب من الواو قريب من الواو. إذا هنا كما نقول أنها تكتب واغون ولكن تقرأ فاغون كما تلاحظوا. إذا في الوقت اللي كان شابيون روج تتنظر مرور القطار مع كل عرباتي طبعا العربات هنا لي فاغون هنا عندنا افيك تو سي فاغون مع كل عرباته عرباته. طبعا تنتكلم على مجموعة الأشياء تنتكلم على مجموعة أشياء تعود للقطار. إذا نقول سي فاغون يعني عرباته أو عرباتها نفس الشيء. لو ميشون لو أونتخ دون لا ميزون لو ميشون لو أونتخ دون لا ميزون. طبعا لو ميشون هو الشرير. نقول عن شخص مثلا c'est un homme c'est un homme méchant c'est un homme méchant. إذا نتكلم عن رجل شرير طبعا في المؤنث نقول méchante c'est une femme méchante. طبعا نضيف هنا فتنطق الطي ملي ما تنزيدوش هنا ما تتنطقش الطي. إذا le méchant لو إذا الشرير الذئب المقصود هنا الذئب الشرير entre. طبعا عندنا هنا لو فيرب اونتخي هذا لو فيرب اونتخي كاينه واحد الكلمه اخرى تتكتب بحال هكا اونتخ يعني بين ولكن من خلال المعنى تنعرف واش تنتكلم على بين ولا على فعل اونتخي. طبعا لو فيرب اونتخي مع ايل بحال هنا تنتكلم على لو ميشون لو تنتكلم على ايل تنتكلم عليه هو بمعنى اخر تنتكلم عليه هو. اذا طبعا نقول اونتخ إذا تكلمنا عن أنت في الغائب أيضا نقول أنتخ أل أنتخ هي تدخل. إذا نتكلم هنا على الفيرب أنتخي نتكلم على الفيرب أنتخي. يقول لك مثلا الأستاذ أنتخ أو يقول لكم أو يقول لمجموعة التلاميذ أنتخي. كما تلاحظوا بأن الفيرب أنتخي يتغير ويتشكل حسب الضمير غير مع هذا الضمير تعطينا هاد أنتخ وبالتالي تولي تشبه لواحد الكلمة أخرى كما قلنا اللي هي بين. مثلا نقول سخيرات سخيرات سو تخوف أونتخ غابة إي كازا يعني أن السخيرات توجد بين الرباط والدار البيضاء. إذا نتكلم عن أونتخ هنا عندنا لو فيرب أونتخي وماشي أونتخ اللي تتعني بين. لو ميشون لو أونتخ دون لا ميزون إذن الذئب الشرير يدخل دون لا ميزون في المنزل المقصود أنه يدخل إلى المنزل فيت فيت بسرعة. لا غران مير سو كاش ديغيير أن غران فوتوي مارون فيت بسرعة. الجدة لا غران مير الجدة سو كاش أنها تختبئ ديغيير وراء أن غران فوتوي تخبات وراء واحد الفوتاي كبير. اختبأت وراء أريكة كبيرة معهم يعني تنقول قهوية بالمغربية نقول قهوية يعني أنها بني نتكلم عن أريكة كبيرة بنية اللون ذات لون بني ذات لون بني. هنا كما تلاحظوا عندنا فيت وضعناها هي الأولى باش نبينوها باش نوضحوها مزيان. كما نلاحظ وضعنا كلمة فيت في بداية الجملة لماذا؟ لنركز عليها كثيرا لنقول بأن الجدة بسرعة بسرعة سكاش أن اختبأت ديغيير أن غون فوتي مارون وراء أو خلف أريكة كبيرة ذات لون بني. طبعا أريكة في اللغة الفرنسية نقول
أو فوتاي كلمة مذكرة. كان ممكن نقول لا غرانمير سو كاش فيت، الجدة تختبئ بسرعة. ديغيير أن غران فوتاي مارون، خلف أريكة كبيرة ذات لون بني. كما نقول هنا بنية. إذا كان ممكن أن نقول هذا، ولكن كما قلنا الآن أردنا التركيز على هذه الكلمة، بغينا نركزوا عليها، وبالتالي وضعناها في بداية الجملة، ثم وضعنا فاصلة، ثم أكملنا الكلام. كلمة فيت راه تترجع على عملية الاختباء اللي قامت به الجدة. طبعا كما تلاحظوا هنا، عندنا لو فيرب سو كاشي، وما عندناش لو فيرب كاشي. لو فيرب كاشي كما قلنا، وكما شفنا مع بزاف ديال الأفعال، أنها تكون بهذا الشكل هذا، مرة ديفو لاسو، باش تبينوا بأن هاد الفاعل قام بالفعل على نفسه. هاد الفاعل قام بالفعل على نفسه. مثلا هنا لا غرونمير سو كاش، يعني أن الجدة قامت بعملية الاختباء لنفسها، هي خبأت نفسها. طبعا مضيفة سو. لو قلنا مثلا لا غرونمير كاش، يعني الجدة تخبئ، يعني أنها تخبأ شي حاجة أخرى. مثلا لا غرونمير كاش لو ليفغ سو لا طابل، يعني أنها خبأت الكتاب أسفل الطاولة أو أسفل المائدة. إذا طبعا من تنزيلات سو أن الفعل قام بالفاعل على نفسه. الفاعل هنا اللي قام بالفعل هو لا غرونمير. لولو لا شيرش مي لا تخوف با. لولو لا شيرش. طبعا الأصل هنا لولو شيرش لا غرونمير. الديف يبحث كما نقول الجدة، بحال تنقولو هنا الذئب يبحث الجدة، المقصود أن الذئب يبحث عن الجدة. طبعا الفعل كما تلاحظوا احنا في اللغة العربية، طبعا فعل بحث في اللغة العربية أنه تيحتاج الكلمة عن، ولكن فعل ضرب ما تيحتاجش لشي كلمة أخرى. نقول فلان ضرب كذا، ضرب شيئا ما، ضرب شخصا إلى غير ذلك. إذا الفعل ما تيحتاجش كلمة أخرى. كذلك في اللغة الفرنسية هناك أفعال تحتاج للكلمة يعني مساعدة، وهناك أفعال أخرى لا تحتاج للكلمة. إذا لولو شيرش، الذئب يبحث لا غرونمير الجدة. حتى لا نعيد كلمة لا غرونمير لأننا ذكرناها فيما سبق، إذا طبعا عوضنا بهضلة. كما نقول هنا الذئب يبحثها، لولو لا شيرش، لولو لا شيرش. كما نقول الذئب يبحثها، المقصود انه يبحث عنها. مي نو لا تخوف با، نفس الشيء. عوضنا لا غرونمير، عوضناها بهضلة. الاصل اننا نقول هنا مي نو تخوف با لا غرونمير، لكنه لم يجد الجدة. اذا حتى لا نعيدها ايضا عوضناها بهضلة. مي نو لا تخوف با، كما نقول لكن لم يجدها، طبعا كما تنشوفوا بان فعل وجد انه ما تحتاجش الكلمه، وجدها. لم نقل هنا مثلا وجد عن هي، مثلا لم نقل مثلا وجد عن، ثم نضيف مدى وجد. اذا نقول هنا مي لا تخوف با، ولكن لم يجدها. طبعا لم هي هاد نبا، في اللغه الفرنسيه عملية النفي تتم بهد نو با، أو نو بلي، أو نو غير، إلى غير ذلك. هناك أدوات أخرى طبعا مع بعض الاختلاف في المعنى. إذا قلنا هنا مثلا نو لا تخوف بلي، يعني أنه لم يعد يجدها. كما نقول أنه كان يجدها لكنه الآن لم يعد يجدها. إذا هذا إذا قلنا مثلا مي نو لا تخوف بلي، تتعطي المعنى بأنه كان يجدها وما بقاش، بأنه كان يجدها لكن من الآن فصاعدا لم يعد يجدها. طبعا في اللغة الفرنسية كما سنرى في المضاد هناك طرق للنفي، غالبا نستعمل نبا كما عندنا هنا. ألوغ، حينئذ إلمي هو يضع. طبعا عندنا هنا لو فيرب ميتخ، عندنا لو فيرب ميتخ، قلنا لو فيرب ميتخ عندنا فعل وضع كونجيدي أو بريزون، أنا نصرف في الحاضر. إلمي هو يضع،
le pyjama. On a l'eau qui met le pyjama. Un feu rouge. بيت الأوراق الحمراء. طبعا تنتكلموا على البيجامة اللي مصورين عليها الأوراق الحمراء. اللي مصورين عليها الأوراق الحمراء. كما تنشوفوا هنا. لولو مي لو بيجامة أن فو روج. يعني أنه وضع على نفسه المقصود أنه لابس لو بيجامة أن فو روج. لبس هذا اللباس الذي يحمل صور أوراق حمراء. عندنا هنا أن فو روج. تنتكلم على البيجامة ذات الأوراق الحمراء. هذه البيجامة أفو روج لمن تعود؟ دو لا غرومير الخاصة بالجدة. دو لا غرومير إي سو كوش دون سون لي. إي سو كوش. طبعا هنا عندنا لو فيرب سو كوشي. أون لو فيرب سو كوشي. أون إيسي لو فيرب سو كوشي. إي با سو كاشي. سو كاشي يعني اختبأ. خبأ نفسه. يعني أخفى نفسه. هنا عندنا لو فيرب سو كوشي هذا فعل نام ثم انه نام دون سون لي دون سون لي يعني في سريريا اسويفر للمتابعه دون سون لي في سريريا روغاردي بي سي اون لا غران مير كي سو كاش ديغيير ان غران فوتي مارون فوالا سي لو غران فوتي مارون اي لولو كونتيل نو لا تروف با إل مي سون بيجاما à feu rouge et se couche dans son lit. Et se couche dans son lit. Et dans ta belle jette de t'ertébé au khalfa, l'arika, d'être l'eau bonnie, quand le loup ne la trouve pas, rien de mettre d'eb. Le majida, il met le pyjama à feu rouge, ou il y a dans le pyjama d'être l'auraq l'hamra, et se couche dans son lit. Et se couche dans son lit. Tout le mayanam, il s'est rire. Comme le voyons ici, comme la rouvine. À suivre, li al mutaba. Je retire un astambet ou astabqi. C'est le verbe retenir. C'est le verbe retenir. Comme on appelle istabqa ou istambata il redialik. Et bien, dans l'une, nous prenons la première image. La khod sur l'oula. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un pyjama. C'est un pyjama. C'est un pyjama. Après, on a la deuxième image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un wagon. C'est un wagon. Bien sûr, le train se compose des wagons et d'une locomotive. طبعا القطار يتكون من عربات ومن قاطرة. إذا نتكلم عن la locomotive. القاطرة. Derrière la locomotive, on a les wagons. إذا خلف القاطرة التي تجر القطار عندنا لي فاغون فوالا سي تان فاغون إذا عندنا أن فاغون طبعا كما قلنا بأن الدوبل في تقرأ ك في في الكلمة طبعا في الكلمة أما في الكلمات الأخرى فلا صوت أو مثلا في حالات أخرى دوبل في أ تقرأ و لكن في كلمة فاغون إذا تقرأ فا تقرأ فا كما عندنا هنا Et après, on a la troisième image. Qu'est-ce que c'est? Et la troisième image, que représente-t-elle? La troisième image représente un fauteuil. Un fauteuil. Un fauteuil. Faux. Faux. A utuntak ko. Un fauteuil. Tentkleman, Erika. Comme nous voyons, un fauteuil. Et enfin, on a la dernière image. Que représente-t-elle? Au fil akhir, on a la surat akhira. ماذا تمثل؟ La dernière image représente une feuille. Une feuille. الصورة الأخيرة تمثل ورقة. ورقة. ورقة الدفتر أيضا هذه تسمى une feuille. تماما كاللغة العربية. إذا نتكلم عن une feuille. Une feuille. Compétence, قدرات. À la fin de cette semaine, à la fin de cette semaine, في نهاية هذا الأسبوع, tu seras capable, أنت ستكون قادر de décrire بأن تصف لو فيرب ديكخير المقصود به وصف بأن تصف في الأخر ديال الأسبوع حسب الكتاب طبعا في الأخر ديال الأسبوع حسب الكتاب أنك تستطيع توصف شي حاجة قل عليها بأنها كبيرة قصيرة بأنها طويلة بأنها حمراء بأنها خضراء إلى غير ذلك أبخي tu seras capable de lire les sons. De lire les sons.
أنت ستكون قادر أو أنت ستكونين قادرة دو لي ليسون على قراءة الأصوات إي و أي إي أي أي أي. إذا نتكلم عن هذه الأصوات، هذه الأصوات في نهاية الأسبوع أنت ستكون قادر على قراءتها. ثم لي مو إي لي فراز لي كونتونو، ستكون قادر أيضا على قراءة الكلمات، الكلمات والجمل لي كونتونو، لي كونتونو، لي كونتونو. قبل قليل رأينا نو لا تخوف با، نو لا تخوف با. إذا عندنا هنا لو مو لا شيرش، إذا الذئب يبحثها، الذئب يبحثها، يعني يبحث عنها. لا غرومير كلمة مؤنثة، إذا طبعا سنعوضها بهبلة. ولكن في حالة الجمع نقول لو مو لا شيرش، لا شيرش. إذا طبعا سنكتب هاد، سنكتب هاد لي لي كونتونو. إذا طبعا هاد لي علام تتعود، تتعود على هاد الأصوات. ما عندنا الصوت واحد، كون كان عندنا صوت واحد غنقولو إلي فخاز لي كونتونو، لحقاش نقولو لو صون، لو صون كلمة مذكرة. إذا طبعا التعويض ديالها غيكون بلو، غيكون التعويض ديالها إذا مبغيناش نعودوها غنعودوها بلو، ما غنزيدوش إس. ولكن مادام تنتكلمو على بزاف الأصوات، إذا لا بغينا ما نعودوش كلمة لي صون لأننا ذكرناها، إذا سنقول لي مو اي لي فراز لي كونتونو، يعني الكلمات والجمل كما نقول هنا المحتوياتها، محتوياتها المقصود المحتوي عليها. طبعا في اللغة العربية كما ذكرنا قبل قليل نقول يحتوي على، تنزيدو هاد على. هنا ما كاينش عندهم هاد الكلمة، يعني تنذكرو الفعل مباشرة. هذاك الشيء اش قلنا هنا لي كونتونو، يعني كما نقول المحتوياتها. بمعنى آخر إذا أردنا شيئا من المقارنة، ثم عندنا ديكخير كوريكتومون لي سون إتيدي، ديكخير كوريكتومون لي سون إتيدي. ثم كتابة بشكل صحيح، نقول عن جملة صحيحة نقول عنها كوريكت، إن فخاز كوريكت، جملة صحيحة. أما بشكل صحيح تنقول عليها كوريكتومون. إذا أنت ستكون قادر أو أنت ستكونين قادرة ديكخير على الكتابة، دو إكخير على الكتابة، دو إكخير على الكتابة كوريكتومون، كوريكتومون بشكل صحيح. إذا ستكون قادر على الكتابة بشكل صحيح ماذا؟ ليسون إتيدي، الأصوات إتيدي المدروسة اللي هي عندنا هنا، اللي عندنا هنا طبعا. ثم إونفان de faire attention aux dangers que représentent certains animaux. De faire un تفعل attention انتباه، المقصود هنا ان تفعل انتباه بان تنتبه. وما تقول بحال هكا في اللغه الفرنسيه يقولون تفعل انتباه، ما تقولوش بحالنا انك تنتبه، ما تقولوش الفعل مباشره. اذا بدل انني يقول انتبه يقولون لك افعل انتباه، فيت اتونسيون افعل انتباه. اذا عندنا هنا تو سوغا كابابل، انت ستكون قادر دو فيغ اتونسيون على فعل انتباه، المقصود انك تنتبه، تنتبه لماذا؟ او دونجي للخطر. كو ريبريزونت سيغتان زانيمو الذي تمثله، هنا عندنا الذي تمثل كو ريبريزونت ماذا تمثله؟ سيغتان زانيمو بعض الحيوانات. إذا في نهاية الأسبوع أنك ستكون قادر على أن تنتبه للخطر الذي تمثله بعض الحيوانات. إذا tu seras capable bien sûr à la fin de cette semaine de faire attention aux dangers que représentent certains animaux. أتمنى أن يكون الموضوع قد أضاف شيئا. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.